ان انا قدامي خيارين. الخيار الاول قالوا لي انت التي ار كي ده حركه بتعملها وهتشتري التي ار كي عشان الناس داعمينك بيه من المصنع وغيره. لو عايز زيت يحافظ 30% اكتر على محركك يبقى زيت ريبتور ريسنج هو اختيار. صباح الفل يا رجاله، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ خلينا نتكلم ان رحله التدوير على موتوسيكل عشان تشتريه في مصر ياباني او صيني صعبة قوي. خلينا نقول لكم النهاردة خياراتنا لو ان شاء الله ربنا يسر واشترينا موتوسيكل، عشان احنا لو شافش الفلوج اللي فات احنا بعنا الموتوسيكل بتاعنا وبندور ما بين خيارات. النهاردة هقول لكم خيارين مهمين قدامنا عشان تقولوا لي ايه رأيكم، في نفس الوقت لو حد فيهم بيشتري موتوسيكل ياباني ممكن يعرف يحلل البيانات اللي قدامه زي ما انا بحللها. تمام. طيب الخيارات اللي قدامنا، لان انا غالبا بمشي مسافات طويله والايام اللي جايه هناخد رحله ان شاء الله للسعوديه، من مصر للسعوديه، فعايزين موتوسيكل بتاع سفر. الرحله دي غالبا هتكون على الاسفلت، بس احنا محتاجين موتوسيكل عشان سفرنا بشكل عام يبقى اوف رود واون رود وكل الخيارات تكون معانا على قد ما نقدر. الاحتياجات الثانيه هي ان كان الموتوسيكل يكون 2 سلندر مش 4 سلندر، علشان انا بستخدمه جوه المدينه ما يسخنش، عشان في السفر لو ماشي على البطيء ما يسخنش. وكمان عشان حاجه مهمه، عشان اوفر في البنزين. انا عايز اكتر موتوسيكل موفر في البنزين، عشان كل ما توفر في البنزين تقدر تقطع كيلومترات اكتر وتتفسح اكتر، مش ضاع ميزانيه كبيره على البنزين، مش موضوع طلعه ولا استخدام محلي. ممكن في ناس استخدام جوه البلد وجاريات وكلام زي كده ما يفرقش معاهم بنزين، انا بقطع مسافات طويله بتفرق في ميزانيه فرق. كان الحاجه المهمه كمان ان هو يكون فيه 3 شنط علشان اقدر احط الحموله بتاعتي وجاهزه معاه، مش انا اللي هركبهم عشان الوقت ضيق وعشان ده الصح. حبه حاجات تانية ان هو يكون اعتمادي، سرعته مناسبه وغيره. المهم ان انا قدامي خيارين. الخيار الاول الموتوسيكل البنلي تي ار كي. الموتوسيكل ده انا متحمس له جدا من اول ما بعت الموتوسيكل، اول ما شفته هتلاقيه كده هنا فوق في فيديو هيظهر، تقدر تروح تتفرج عليه. الموتوسيكل ده نازل من ابو حواء في مصر بعدد اكتشفت انه صغير خالص، يعني عدد كميه قليله خالص. الموتوسيكل ده نازل ب 92,000. الموتوسيكل ده الحاجات الحلوه اللي فيه ان هو ادفنتشر بايك حقيقي واول مره ينزل في مصر زيرو، فمن ضمن الحاجات الكويسه فيه ان اول حاجه هو زيرو، تاني حاجه هو فولي لودد، في شنط داير ما يدور، في انجن جارد، جنوطه سلك. الموتوسيكل بصراحه حلو جدا، سعره 92,000. المشكله اللي واجهتها ان هو خلصان من ابو حواء الوكيل اللي بيبيع 92,000، وللاسف اتراح عند موزعين بيتباعوه ب 100,000، وطبعا مفيش رقابه نسبيا على اسعار ابو حواء. ولكن الخيار الثاني هو هوندا، موتوسيكل هوندا. طبعا الخيار الثاني ده انت بتفضل تبص في السوق، معارض اوليكس وغيره. الموتوسيكل الثاني هو موتوسيكل تورينج، اسمه هوندا انتي 700 في. شفته وده الفيديو هيظهر، بس الفيديو بلور شويه علشان لسه ما اشتريناهوش، فعشان المالك يبقى ليه حق. النهارده رحت شفته، انا في القاهره دلوقتي فرحت شفته. فالموتوسيكل ده الحلو اللي فيه ايه؟ الموتوسيكل ده موديل 2012 بسعره حلو ومن هوندا، يعني موتوسيكل ياباني موديله قريب. تورينج، فالتورينج ده ليه كذا ميزه. اولا 2 سلندر في، محركات الفي دي عمرها طويل جدا والموتوسيكل ماشي قليل جدا، ماشي رينج ال 20,000، فده يعتبر ما مشيش. تاني حاجه موتوسيكلات الفي، محركات الفي نفس محركات الهوندا ترانزالب اللي كان معايا، محركات اعتماديه جدا، فجميله جدا المحركات دي، ما بتسخنش وادائها حلو وكويس جدا. الميزه كمان ان هو في 3 شنط، في اوريدي شنطتين جنب بلت ان وفي شنطه توب بوكس، فبرضه الحموله بتاعتنا زي الفل. النقطة الحلوة كمان المختلفة عن بقية الموتوسيكلات ان هو على كورونا، نظام دفع كورونا، يعني مفيش جنزير او سير زي الاسكوترات او جنزير زي الموتوسيكلات، كورونا بتحتاجش تتغير، فده بيوفر في الكوست بتاع المشي جدا. تخيل كده انك تمشي 20,000 من غير ما تدفع رينج 3-4,000 جنيه تمن الجنزير، فلا يعني موفر حلو جدا. موتوسيكل اعتمادي وبتاع سفر وفي نفس الوقت بيستخدم لمسافات الطويلة وموفر وسعره حلو وموديل جديد، باكج من الحاجات الحلوة جدا. فكرة الياباني عندي كانت رخمة شوية، لانك اول ما تشتري موتوسيكل ياباني تحتاج تصرف مصاريف كتير عشان تظبطه، زي تحط 3 شنط، زي ما تحط كاوتش، زي ما تحط صيانات، لو كان ماشي احتمالات تخليها معاك من بادجت. فلما يبقى في موتوسيكل قدامك ياباني بسعر حلو وموديل جديد ما فيهوش الحاجات دي، هو اختيار قوي قدام الزيرو اللي هو تي ار كي.
فده نقطتين مهمين. نقطة كمان بالنسبة لي في السرعة، تي ار كي يا جماعة موتوسيكل 260 كيلو تقريبا وعلى 500 سي سي 47 حصان، الهوندا 65 حصان على نفس الوزن تقريبا، فده بيخلي سرعة تي ار كي 145 او 150 وده قليل جدا بالنسبة لي. احيانا في السفر بتكون السرعة مهمة كسيفتي ليك، لو تعرضت لحد بيجري وراك حاجة حصلت، احيانا بتبقى مهمة للسرعات لو ماشي مع فورميشن سريع، احيانا مهمة السرعة. ف 145 ده قليل جدا بالنسبة لي، ولكن هتتغاضى عنه. انا بالناس بمشي 110 120 بمشيش بسرعة يعني. الهوندا سرعته 190 يعني رسمي شوية يبقى يوصل قول 200 مثلا، فسريع وعلى كورونا وحالته كويسة، فقولي لي ايه رأيكم. عايز اقول حاجة حلوة، ان ناس كتير جدا لما نزلت ان انا بعت موتوسيكلي قالوا لي انت التي ار كي ده حركة بتعملها وهتشتري التي ار كي عشان الناس داعمينك بيه من المصنع وغيره. هنا اقول لك حاجة، هو طبيعي ان اي مصنع نظام التسويق بتاعه يجيب واحد مشهور ويديله الموتوسيكل بتاعه ويسافر بيه سفرية زي السعودية عشان يسوق له عشان يبقى قوي، وده اللي احنا اصلا محتاجينه في مصر، ده اللي ابو حواء احيانا يكون محتاجه عشان يدخل موتوسيكل زي التي ار كي في مصر، يعني يدهولك ويثبت لك ثقة الناس فيه بان واحد ياخده يعمل بيه رير رايد. الكلام ده انا بقوله لك ده لوجيك في اي حتة في العالم، يعني هنا في مصر ما حصلش الكلام ده. فانا حقيقي في حد مهم جدا في شركة ابو حواء، احمد حمدي مدير مبيعات بنيلي، الراجل ده بصراحة قمة في الاستقبال الذوق وقمة في السبورت لي. الراجل بصراحة كلمنا بنيلي وحاولنا ناخد خصم عليه عشان نرجح الكفة بحيث ان احنا هنعملهم بيه رايد قوي وكده، وانا بصراحة ما بكسفش خالص ان انا اقول ان احنا بناخد دعم من حد. الراجل جاب لنا خصم ولكن بسيط، يعني ما يتعداش انك يبقى قرار فاصل، لسه الموتوسيكل غالي ولسه الموتوسيكل ما فرقش، ما عملناش مثلا خصم كبير يخلي الموضوع استثنائي، خصوصا انك لما تشتري الموتوسيكل ده كابنيلي إعادة البيع هتكون صعبة لأن فيش في مصر منه كتير، إعادة البيع هتكون صعبة لأن هو داخل في رينج موتوسيكلات كتير ياباني بالسعر ده وجديدة، إعادة البيع ممكن تكون صعبة لكذا سبب، فممكن يخسر يعني الموتوسيكل ده ممكن إذا جيت تبيعه يخسر من 10 ل 20 ألف جنيه في وقت قصير عكس الياباني اللي غير محبيه بنفس سعره. فشكرا جدا أستاذ أحمد حمدي بصراحة الدعم اللي عمله هو يشكر فيه جدا، ولكن قولوا لي إيه الفرق، أو إحنا نختار يعني نختار الهوندا إن تي 700 في، ادخلوا كده شوفوه في تلاقي فيه لينك تحت هتلاقوا فيه ريفيو او حاجه عنه، ولا اختار التي ار كي اللي المفروض ان هتلاقي برضو تحت ريفيو احنا غطيناه عنه. قول لي ايه رايكم، وان شاء الله الفلوج اللي جاي انا اشوف ارائكم دي جدا مهمه ونختار ما بينهم. الناس اللي رشحت لنا ايام اللي فاتت موتوسيكلات قويه جدا مش موجوده في مصر وسعرها غالي، عايز اقول لك حاجه، هي اختيارات كويسه بس احنا في مصر مش في سوق مفتوح، ما عندناش الموتوسيكلات دي جديده وما عندناش الدعم الموتوسيكلات دي جديد. فنقطة كمان ان من ضمن الخيارات من رأيي الشخصي انا ما ينفعش اجيب موتوسيكل في مصر فوق ال 100 ألف، انا من رأيي الشخصي ان الموتوسيكل ب 100 ألف في مصر مش هتستمتع بيه، وفي نفس الوقت هيعمل نفس الكلام موتوسيكل مثلا ب 70 80 50 هيعمل نفس الكلام. فانا ميزانيتي لحد 100 ألف جنيه، دي الخيارات اللي قدامي. قولوا لي ايه رأيكم، اشتري ادفنشر بايك ولا تورينج بايك، ادفنشر بنيلي والفولي لودد ولا موتوسيكل من هوندا تورينج حالته كويسه جدا يعتبر لسه زيرو، وقولوا لي رايكم. كنت بتابعكم بالفلوج ده، الفلوج ده مؤقت شويه ممكن يتشال بعد ما نشتري البايك، فدعمونا بلايكاتكم وسبسكرايب بقى في الاول عشان احنا مبسوطين جدا من دعمكم عشان دايما نحاول نقول لكم الخيارات بتاعتنا كده اول باول. السلام عليكم.